ده خامس مؤتمر مع أسر المعتقلين منذ مارس الماضي، منذ مارس الماضي خمس مؤتمرات عملناهم. مش معقول يعني، واضح ان الانتاجات حول الانسان في ظل الوضع الحالي أسوأ مليون مره من ايام مبارك ليه. يعني الثوره قامت لحول الانسان، حريه دي اول حاجه، اول شعار في الثوره الحريه، في تعذيب وفي ضرب وفي معتقلات وفي ليه كده، ليه 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 كده ليه كده. وبعدين دي حاجات ثابته يعني، احنا كلها حاجات موثقه يعني. فواضح الظلم مستمر وسيظل الظلم مستمر الى ان تنتقل البلد الحكم المدني ببرلمان بدستور برئيس جمهوريه. غير كده انسى، غير كده الظلم مستمر. بس يوجد سجناء من ايام حسني مبارك سياسيين الى الان، سجناء من ايام حسني مبارك. في مثلا من حاجات، كان في قضيه سيد بلال، شهيد سيد بلال، في خمس ضباط متهمين فيها. هي القضيه الوحيده التعذيب التي تنظر حاليا، قضيه تعذيب الاتي وقت ايام حسني مبارك. هي كل القضايا المتعلقه بالضباط هي قتل الثوار، دي قضيه هي الوحيده اللي هي فيها ضباط متهمين بالتعذيب. هي بقى في عصر الثوره، يوم وزاره الداخليه الخمس ضباط، واحد بس اللي اقلهم رب هو اللي محبوس، والاربعه التانيين هربانين. السجناء اللي هربانين بامر من الداخليه، او يعني ايه، واحد ودوه السودان، الثاني ابن مدير الغربيه ضابط، ابن مدير امن الغربيه ضابط. طبعا بقى يجي ازاي ده تخش السجن ازاي ده باشا بقى، وهكذا. ضباط ثلاثه، واحد ركبته كبير عميد ما يقدرش يجي. ف يعني واضح العقليه ما زالت كما هي، بلد ستظل كده الى، وده طبيعي. تونس عملت عفو عام عن السجناء السياسيين. لا هنا، لا هنا مفيش عفو عام على حاجه، هنا لا، هنا انسى. ستظل مصر هكذا الى ان يبقى البلد تبقى فيها حكم مدني حقيقي. غير كده الامور السياسيه قلت لحضرتك عليها، دستور وبرلمان ورئيس جمهوريه. غير كده هيتظل استمرار انتاجات حقوق الانسان مستمر.